كل سنة احنا هني نوزع مشروع ولاء مفطار افطار صائم. بدأنا اول يوم ب 2500 وجبة لكن الزحمة كبيرة ما عرفنا اعداد، وصلنا اليوم الى 5000 وجبة الحمد لله. قاعد اشوف ممكن تناسب ان شاء الله كيف ان شاء الله، بالاضافة الى جمعيات اخواننا الثانيين قاعد يوزعون تقريبا معدل 7000 وجبة هني في المهمولة حق العمالة ان شاء الله باذن الله على نفرة أهل الكويت وأهل الخليج. أخوانكم في جمعية الحكمة الكويتية الخيرية تشكر فريق قدها وفريق بصمة كويتي على تعاونهم لفعل الخير وتوزيع وجبة إفطار الصائم للعمالة الوافدة في منطقة المهبولة السكنية. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاليا نقوم بتوزيع وجبات إفطار الصائم، واليوم التاريخ 3 رمضان 1444. نشكركم فريق احنا قدها، والله يعطيكم العافيه وحياكم، نسال الله ان يتقبل من المتبرعين احسانهم ومنا ومنكم، جزاكم الله خير. متواجدين اليوم في منطقه المهبوله تحديدا مع جمعيه السلام الخيريه لتوزيع نفس ما انتم شايفين وجبات افطار الصائم على اخواننا المحتاجين والوافدين هنا في المنطقه. كل الشكر لجميع الفرق التطوعيه المشاركه في انجاح هذا التوزيع والتنظيم. واحنا مشاركين ب 150 وجبه في منطقه المهبوله بالتعاون مع جمعيه الحكمه وجمعيه السلام لتوزيع وجبات افطار الصائم للعمال الوافده ولكل المحتاجين ان شاء الله، وان شاء الله نسال الله ان يكتب فيه الاجر جميعا. وكل الشكر للفرق المسانده مثل فريق بصمه الكويتي وجمعية السلام، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله في ميزان أعمالكم إن شاء الله. إن شاء الله راح يكون لنا أنشطة في خلال شهر رمضان المبارك، فتابعونا على حسابنا في السوشيال ميديا وتابعونا كل شيء، وإن شاء الله راح نزودكم بكل التفاصيل إن شاء الله.